أنا أبو محمد من مصر. أهلا يا أبو محمد. ألو. أهلا يا أبو محمد، اتفضل. ألو، بس أنا عايز أسألك بس سؤال. أبو أحمد هو بيقول والله والله، وأنت رحت قايل كان هي كلمة والله بقت تريقة؟ الله، بصراحة أنت عجزتني يا أبو محمد، أنا مش عارف أقول لك إيه. لا ما عجزتكش. إيه ده، أنت عجزتني يا أبو محمد. إذا أنت ما ما إيه ده؟ ما كنتش بتريقة. لا أنا بتريق على القزم بتاعك اللي كل شوية يجيب لنا واحد يحلف لنا وبعد كده يلبسنا في سد النهضة والمية بتقل. هو أنا أنا حتى حاشا لله أن أتريق عليا راجل على الحلفان. يا أبو محمد خليك مسؤول أكتر من كده. الله يخليك، الله يخليك. لا أنا مسؤول، أنا عارف أنا بقول إيه، لكن كلمة الله دلوقتي بتريقة. خلاص طيب، احنا عدينا النقطة دي. ماشي، عدينا. انت عايز تعرف مين السبب صح؟ طبعا مرسي والاخوان طبعا. لا اكيد، شوف ما انت شوف البداية، شوف الموضوع ايه، المؤتمر السري اللي هو كان متزعل اول الفضيحة اللي كانت معمولة. طيب ايوه، يعني انت شايف فاكرها ولا مش فاكرها؟ انت شايف ان ده كان هو السبب صح؟ اجتماع مرسي السري العلني. بص البدايه، بص يناير، هي اتبنت مش كان اتبنى في يناير، او ما يناير الحاجه يناير اتعملت. كانت السبب يناير يعني. لا ما تسال. شوف البدايه ايه، شوف اتبنى امتى. تمام، اتبنى امتى؟ شوف الكارثه حصلت امتى. عايزين شالوها للسيسي. اتبنى امتى يا ابو محمد؟ هقول لك. طيب عندك استعداد تسمع يا ابو محمد لله وللوطن، ولا انت داخل تقول كلمتين؟ لا ما انا بسمع لله، ما بتريقش على كلمه والله. لا، يا ابو محمد الله يخليك. الدور ده يعني الله يخليك غني على حد غيري، مش انا اللي هتريق على حاجه فيها شعيره اسلاميه او غير اسلاميه. الله يخليك يا ابو محمد. الدور ده بص بس عشان ايه نبقى في حوار كده، بيه على حد غيري. انا لما بتريق على تفاهة هذا النظام. دلوقتي بتريق على القزم اللي ودانا في داهيه. السابق يا محمد مرسي. لا اله الا الله، محمد مرسي كان ارجل من ارجل ما في النظام ده، لو انت مش عايز تفهم. لا ما هو محمد مرسي قال لك لو نقطه ميه قلت هيكون مكانها نقطه دم. قلت يا احمد المايه كانت بتقطع يا احمد. لا ما قلتش. الكهرباء كانت بتقطع. لا يا ابو محمد ما قلتش. ما كانش في ميه بعد مرسي يا احمد. اقول لك ليه يا ابو محمد ما قلتش؟ لان ما فيش حاكم في الدوله المصريه من اللي هي بقى لها اكتر من 7000 سنه وقع وتنازل على حقوق مصر في النيل غير عبد الفتاح السيسي سنه 2015. اذا ما كنتش تعرف ده فدي مشكلتك. انا بقول لك اهو. ماشي، السيسي قال لك نيل مصر خط احمر. طيب بص يا ابو محمد، عشان ما ضيعش وقتك الثمين ووقت الناس، احكي لك القصه واحكيها للناس بسرعه شديده جدا. سد النهضه كانت اثيوبيا عايزه تعمله من الخمسينات باعاز من بريطانيا العظمى وقتها، يعني كانت عظمى. تمام، وكان عبد الناصر مانع والسادات مانع ومبارك مانع والمجلس العسكري مانع ومرسي مانع. اللي راح وادالهم توقيع كده اسمه عبد الفتاح حسين خليل السيسي ولا مش عارف ايه، هو ده في 2015. بناء عليه جات التمويلات وبنى وعمل وخل. طيب لو هو بنى من غير ما انا اوقع، حق ايه؟ حق ايه اروح بكره الصبح اضرب السد وافجره؟ حقي حقي قانون في القانون الدولي، لأني بحافظ على شريان حياة شعبي ولأنه هيبقى اتعمل غصب عني. إنما اللي حصل أنه بتوقيع عبد الفتاح السيسي، فأي حد يطنطن أصل المقابلة أو الاجتماع السري بتاع مرسي. طب تعال أقول لك على الاجتماع السري بتاع مرسي. الاجتماع السري بتاع مرسي اللي هو كان علنا ده، اللي مسؤول عنه المخابرات، اللي هو ما يعبش مرسي في حاجة. مرسي كرئيس للجمهورية جاب على القوى الوطنية قال لهم تعالوا يا جماعة اقتراحاتكم ايه في التعامل مع سد النهضة ده اللي عايزين يبنوه، اللي بيتكلموا على انهم يبنوه. فكل واحد قال رأيه، فالراجل بيسمع لان المشكلة تخص الوطن. انما عبد الفتاح السيسي ما سمعش حد. الخارجية قالت له ما توقعش، المخابرات قالت له ما توقعش ووقع، ودلوقتي عايز يقنعك ان عادي جدا والدنيا حلوة. يبقى مين اللي سبب في الكارثة اللي احنا فيها؟ مش مرسي ابدا، ومش دفاعا عن مرسي الله يرحمه، ولكن احقاقا للحق. ده اللي حصل.